قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. أقول وبالله التوفيق، لم يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سنده تالف جدا. هل صحيح أن لكل سورة من سور القرآن سر؟ أقول أيضا هذا مما لا يعلم له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أن كل سورة لها سر مخصوص بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل أيضا هل لكل سورة عشر وصايا، هل لكل آية عفوا عشر وصايا توصي بها الآية، علمها من علمها وجهلها من جهلها؟ أقول لا يوجد أي دليل على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أن يدفن المرأة غير محرم لها؟ نعم يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته قال لمن عند القبر من أصحابه: هل منكم من رجل لم يقار في الليلة، أي لم يأتي أهله الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فنزل أبو طلحة فقبر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أبو طلحة بمحرم لها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيكون عدوي؟ نعم. أخوك خبيث من تونس. تفضل. أخوك خبيث من تونس. يا مرحبا بك، تفضل. هل ثبت أن النبي طلب الزواج من أم هاني فاعتذرت؟ نعم نعم، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الزواج من بنت عمه أم هانئ، فقالت: إني كبرت ولي عيال يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: صالح نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده، والله أعلم. يسأل سائل: هل زواج الأقارب فيه ضرر على المواليد؟ أقول بالله التوفيق، تلك مقولة لم يثبت بها نص من كتاب ولا من سنة، بل النصوص تعارضها. ذلك أن الله قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عليا بفاطمة رضي الله عنهما، وأنجبت له حسنا وحسينا سيدي شباب أهل الجنة. وأيضا فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر من الله وبتزويج من الله له ابنة عمته زينب بنت جحش، وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب، تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب، وقد زوج الله من فوق سبع سماوات، والله أعلم. يسأل سائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي سؤال مصطفى العلوي. تفضل. ما حكم في الزوجة فيه وزنها متلبسة في الزنا مع رجل آخر في بيته؟ ما حكم هذا يا بني؟ ما حكمه؟ جزاكم الله خيرا. وياكم.
ما حكم قتل الزوجة مع عشيقها في فياتي؟ وجد زوجة متلبسة في الزنا مع رجل آخر في بقعة الاثنين، ما حكم الشرع في ذلك؟ إذا ثبت أنها زنت ترجم، هذا حكم الشرع فيها. إن كانت ثيبا وزنت ترجم، لكن هب أنها أنكرت ورفعت الأمر للقاضي فأنكرت، حينئذ يتم اللعان بآيات الملاعنة المعروفة في سورة النور، إذ الله قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الآيات. يسأل سائل يقول: في بلدتنا يعلنون عن أن فلانا قد مات في المسجد، هل هذا يجوز؟ نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك جاز. إذا قال قائل في المسجد إن فلانا قد مات حتى يصلي عليه الناس، وحتى أيضا إذا كانت له حقوق عند قوم أتوا بها لأهله، أو حقوق عليه لقوم دفعها أهل إليهم، فكل ذلك لا بأس به. وقد نعى النعمان بن عمر، وقد نعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعمان بن مقرن في المسجد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخ، هل تجوز زكاة المال لبنت أختي الفقيرة؟ نعم، تجوز زكاة المال لابنة أختك الفقيرة، لأن الفقر مصرف، والله سبحانه يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب صدقة وصلة، أي لها أجران، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت الشيخ دلوقتي الإمام لما يكون في صلاة الجمعة جاي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل إحنا نصلي ولا ده ما يجوزش يعني كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. وردت زيادة فيها: ومن لغى فلا جمعة له ولا تصح. لكن الثابت من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، لكن استثنى العلماء، جمهور العلماء استثنوا ثلاثة أشياء. قالوا: يجوز للمستمع للخطبة أن يتحدث بها، منها رد السلام إذا ألقي عليه، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه، منها تشميط العاطس إذا عطس، والله أعلم. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. يا شيخ، ما معنى قول المسبل يرحم والدك؟ معنى ماذا؟ المسبل. ايوه، يقول لك: الله لا ينظر اليه يوم القيامة منهم المسبل. ما معنى المسبل؟ اي، تسأل عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. المسبل يعني المسبل ثوبه أو إزاره، يعني الذي يجر ثوبه تحت الكعبين، والمراد بالكعبين اللذان هما منتهى الوضوء. فالمسبل هو الذي ينزل ثيابه أو إزاره إلى تحت هذا، تحت الكعبين. قد قال عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار.
فالمسبل مطلقة في حديث أبي ذر لكن مقيدة بالخيلاء في غيرها من الأحاديث، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بعد إذنك. عليكم السلام. نعم فضيلة الشيخ، أنا اتصلت بحضرتك من شوية عشان ابني عنده 19 سنة. أنا دلوقتي بكلمه لمصلحته، هو دلوقتي ساب لي البيت ومشي عشان أنا بدله على الصح وعايزين يمشي في طريق ربنا. هو دلوقتي سايب لي البيت لي 3 أيام، أنا ما أعرفش هو فين ومش راضي يرد على التليفون وبيزعل لما أنا بدله على الخير. على كل، أنا مش عارفة أعمل إيه يا فضيلة الشيخ معاه. عليك أنا دعيت كتير ودعيته كتير لطريق ربنا ومربياه على الخير، بس هو مش عارفة مش عايز يمشي كويس معايا. الهادي والله، ادعي له بالهداية وصلتي عليه رفقة طيبين يدلونه على الخير ويشدون أزره، بارك الله فيك. السلام عليكم. سمحت. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نعم. فضيلة الشيخ، أنا ما أنا كنت بسألك بالنسبة لمصنع الكاكولا، العمل فيه حلال ولا حرام؟ لا أنا لا أدري ما المادة التي يخفونها. العمل في مصنع الكاكولا الأصل حلال، لكن ما أدري ما المادة التي يخفونها ولماذا يخفونها، هذا لا علم لي به. السلام عليكم. يسأل سائل عن أكل الفسيخ، هل هو حلال أم حرام؟ الفسيخ حلال لكنه كريه الرائحة، فإذا كنت ستذهب إلى المسجد فتحرى أن تكون طيب الرائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل أيضا عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أولى بصقبه. المعنى والله أعلم، الجار هنا الشريك على المشاع، فإذا كنا شريكان في قطعة أرض لي نصفها ولك نصفها، فأراد أحدنا أن يبيع فصاحبه أولى بالشراء، شريكه أولى بالشراء من الآخرين ما دام سيشتري بنفس السعر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هل نزالك من الإنسان مغير ولا مسير؟ الأمور كلها مقدرة، وأنت ستسأل عما باستطاعتك، أنت ستسأل عما أمرت به، بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل عن معنى قول الله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. المعنى أفلم ييأس بمعنى أفلم يعلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم فضيلة الشيخ. تفضل. عندي سؤال. تفضل. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام حتى دفن؟ والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. القول يدور بين 2 أو 3، والقطع أحتاج إلى مزيد من التحرير، والله أعلم. بارك الله فيك. أعني أنه لم يدفن في نفس اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. أي نعم. بارك الله في عمرك يا شيخي. لي سؤالين من فضلك. اتفضلي. السؤال الأول، أنا أعمل مدرسة في ابتدائي بدي تربية دينية، فعايز أعرف هل حرام ولا حلال شغلي، يعني بتبع قول ربنا سبحانه وتعالى وقرنا في بيتك مع العلم بأنني منتقبة.
ده السؤال الأول. في اختلاط بين مدرسين رجال كثير؟ لا 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 لا، بسيط يعني، على قد مثلا السؤال فقط لغير. على كل عملك جائز، وإن كان الأولى القرار في البيت عند عدم احتياجك، لكن العمل جائز. السؤال الثاني، تسأل سائلة عن الرموش السلام عليكم. من الجزائر، جعفر من الجزائر، اعدت الصوت انقطع علي. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا الشيخ، عندي سؤال من فضلك. تفضل. هنالك بعض القنوات يسبون جماعة الإخوان المسلمين ويحرضونهم ويقولون مجرمين ويقولون كذا وكذا ويقولون خوارج ويقولون إنهم خوارج، ونحن في حيرة. سيدنا الشيخ، هل أريد جوابني من فضلك؟ الإخوان المسلمون شأنهم شأن غيرهم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كانوا طرائق قددا. السلام عليكم. يسأل سائل عن صحة حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الخبر لا يثبت بل ضعيف الإسناد جدا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة، أنا الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل على حاجة. اتفضل. أنا كانت بنتي هتعمل عملية وكذا، فأنا كنت إيه قلت إن شاء الله، هي في العملية يعني، قلت يا رب إن شاء الله لما تطلع من العملية إن شاء الله كويسة، أنا هصلي ركعتين دي طول العمر ماشي. وعلى كذا حاجة بقيت نعمل كل شيء نقول ركعتين ركعتين، فضيقت على نفسي كتير، فبقيت في صلوات كتير لازم نصليها طول اليوم، وبقيتش قادرة ان انا نصليها، لان ايه، لان انا في الشغل ومعايا الولاد وكده، فما بقيتش يعني كل يوم ركعتين. نظرتي ان شوفي يا ولدك يا ابنتك ان تصلي كل يوم ركعتين زيادة؟ بس اكتر يعني، كان في كمان صلوات عشان ركعتين عشان كذا ركعتين عشان كذا، فبقت كتير يعني، بقت ايه مع الفجر ومع المغرب ومع العشاء وركعتين طول اليوم ومع صلاة الضحى. يعني إيه؟ عفوا، كلما حصلت لك مشكلة قلت سأصلي ركعتين طول الحياة؟ ايوه. وعجزتي. ايوه، فانا مش قادره يعني، انا قلت مثلا لو قلت يعني مرتين اثنين بس ركعتين بس في اليوم، فهل ده يجوز؟ يجوز، وكفري كفاره يمين عن سائر الامور عن سائر النذور. بس يا شيخ انا مش فاكر، انا قلت والله ان شاء الله هنعمل كذا، بس كلمه نذر عليا دي انا ما بنقولهاش. مش لازم نذر عليا يا اختي، مش لازم تقولي نذر عليا، يعني هي كفاره يمين. كفري كفاره يمين وصلي ركعتين كل يوم. خلاص ماشي، ادنى المطلوب. عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. شيخي، لسه السؤال الثاني حضرتك ما سألتوش، بخصوص في قطعة أرض احنا بنقدم عليها تبع القرعة، فأنا بدخل بالاسم وفي طرف ثاني بيدخل معايا بالفلوس، وبنتفق ان هي تبقى بالنص، هي لسه الأرض طبعا ما جاتش، فهل ده في اسم ولا لا؟ هو ليس فيه اسم إذا كانت عقود الاتفاق سالمة من الربا، لكن إذا كان في عقود الاتفاق بنود ربوية فلا يجوز الربا. أما مجرد أن تشترك بوجهتك باسمك وتشترك بمالها فلا بأس إن شاء الله، هذا ما أختاره من أقوال العلماء في المسألة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف يا شيخ؟ أحمد الله وشكره. الحمد لله، الله يسلمك يا شيخ. كان عندي سؤال. سل. ايوه يا شيخ، ماذا ترى في الواحد لو كان يشوف رؤى صالحه كل يوم، وحتى يشوف في اليقظه وفجاه تمشي منه، ما تجيله، هل ده نقص في الدين؟ لا يلزم، زياده الرؤيا او نقصانها لا تاثير له على الايمان، انما اذا راى الشخص رؤيا صادقه وتحققت فإن هذا يدل على صدق حديثه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب
وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل: هل يجوز له أن يوصي لزوجته أن تبقى في شقة الزوجية طيلة حياتها أو لا يجوز؟ أقول وبالله التوفيق لا يجوز، لأن هذه وصية ولا وصية لوارث، والزوجة من الورثة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى تفضل. المنهج الوسطي وسط بين الناقلين المشاركين للإخوان المسلمين، وإن قدموا بعض الأعمال والأفكار الممتازة لتقدم الحركة الإسلامية والمادشين لهم المعولين على جماعتهم نقول نظرتنا إلى الأشخاص، كان السؤال على ما فهمت متعلقا بالأشخاص، أما التنظيمات عموما فلا أرى أن تدخل في أي تنظيم كائنا ما كانت هذه التنظيمات، إنما كان الكلام منصب على الأشخاص، فقولي فيهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كأشخاص، أما التنظيمات فأرفضها بارك الله فيك، فأنا مسلم وأتآخى مع المسلمين كلهم، أتآخى مع المسلمين كلهم، أما الجماعات والتحزبات أيا كان شأنها فلا أراها بارك الله فيك، إنما التعاون على البر والتقوى في حدود المشروع والذي أقدر عليه والذي لا يسبب مفاسد أعظم، هذا سبيلي والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام. نعم. قبل شوية أنا سألت من الإنسان الإجابة ما وصلت. قلت لك الأمور كلها مقدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فهذا الإيمان به واجب، تؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن عليك أيضا أن تعمل كما أمرت، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له الدواء دواء، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى غير ذلك، فالإيمان بالقدر واجب، وكذلك العمل الصالح واجب، وأنت مؤاخذ بما في وسعك ومقدورك، ودع التنطع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحفظك. نعم. الله يحفظك يا شيخ. وياك وياك. يسأل سائل عن النظر أثناء الصلاة إلى موطن السجود أو إلى القبلة، أقول وبالله التوفيق بكل قال فريق من العلماء، فالذين قالوا إن النظر إلى القبلة استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر وقال: عرضت لي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، ورأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي، قالوا فدل ذلك على أنه كان ينظر إلى الأمام، وردت بعض الآثار لا يخلو أثر منها من مقال، وإن كانت تحسن بمجموعها دالة على النظر إلى موطن السجود، فكل جائز، لكن الممنوع أن ينظر الشخص إلى السماء في الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. أما قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فهذا في غير صلاة
والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا لا.